الفحل شاف قطيع اخر فيه فحل اخر وفيه اناث اخرى، فاراد ان يثبت نفسه وارادته، يفرض نفسه. هذه الجلسة جلسة لفرض النفس، يطلق رائحته في المكان. الفحل الآخر، هذا هو الفحل الآخر، يمنعهم الراعي من التقدم. كيف يتخاصم الفحلين؟ نظرات تحدي بين الفحلين. وهذا الفحل متوتر يفرض وجوده في المكان.